متابعينا ومشاهدينا في قناة الموصلية الفضائية، رمضان كريم عليكم ويا رب يجعل أيامكم سعادة ومحبة. وأكيد اليوم احنا موجودين في حلقة جديدة من برنامج سفرة دائمة مع الشيف أحمد. رمضان كريم عليك شيف. رمضان كريم علينا وعليك وعلى أمور تمام إن شاء الله. إن شاء الله بعد الأمور تمام؟ بعد تمام. نغادل شوي. اليوم عندنا وصفة جديدة وأكلة جديدة، إيش راح تقدم لنا؟ اليوم راح نقدم للمقبلات، راح نقدم سلطة فول اللي هي معروفة عندنا الباقل اللي احنا نسميها تسمى فول باللغة العامة. وراح نستخدم الطبق الرئيسي، وراح نطلب الطبق الرئيسي عندنا البوب تشيكن، راح نستخدمه بنوعيتين كذلك، راح ناخذ بوب تشيكن عادي، وراح ناخذ بوب تشيكن نحشيها جبن. نعم تمام. وراح ناخذ بالحلويات العوامه ولقمه القاضي اللي برمضان عندنا اساسيه، احنا نسميها عوامه او لقمه القاضي. نعم. او الداطلي. نعم. بالكيف يعني تسمى جميل حتى جميل. نحضرها بالبيت مثل ما نقول. ايش هي المكونات الاساسيه مال اكلتنا الرئيسيه؟ الاكله الرئيسيه راح تكون عندنا اللي هي البوب تشيكن. راح ناخذ هذا صدر دجاج، هاي 300 غرام تنحلج بالماكينه او تنثغم. نعم. مثل ما تسموها بالضبط. راح نضيف عليها بهارات البابريكا والكمون، رشه فلفل اسود، واكيد تعرف الكزبره اساسيه عندي اساسي عندك، مع الملح. هذه راح تكون بالنسبه لها ك مثل ما نقول عجينه نكون. راح ناخذ الجبن الموزاريلا، راح نستخدمه بالحشوه اللي راح نستخدمها بالجبن حتى تنطينا شكل وطعم حلو. جميل. راح نستخدم السميد، طحين وبيض حتى نكون قشره خارجيه نسميها البانيه بمصطلحاتنا المصطلح المطبخ، ونغليها بالزيت. راح تكون عندنا كريسبي وطعمه كلش طيب. عشت ايدك. السلطه او السلطه بالفول ايش المكونات؟ اكيد ما عدا الفول. سلطه الفول راح يكون عندنا الذره، راح يكون عندنا البقدونس والخس، خيار والليمون اكيد راح يكون اساسي عندنا، وشويه بصل، زيت الزيتون، رشه ملح، فلفل، وعندنا الاوريجانو اللي هو احد انواع الزعتر البري. عشت ايدك. زين، بالنسبه للداطلي من ايش مكوناته؟ اكيد الطحين. الطحين والخمره، شكر، ورشه ملح بسيطه، والمي ما عندنا اي شيء معاه. سهل جدا جدا، قابل للتنفيذ باي بيت باي بيت، وما تاخذ من عندك وقت يمكن 10 دقائق. عشت ايدك. راح نبلش حلقتنا متابعينا الكرام، اكيد راح نبلش حلقتنا ونبلش طبخاتنا لهذا اليوم، لكن بعد ما ناخذ فاصل قصير ومكملين. رجعنا لكم اكيد متابعينا الكرام بعد هذا الفاصل. شيف احمد، اول شيء راح نبلش بينه شنو؟ اول شيء راح نجهز العجينه مال العوامه مالتنا. يعني راح نبلش من الحلقه. اي لان ما دام عندنا خمره لازم تحتاج وقت حتى تحتاج وقت. فبنبلش نعطيك الطحين. الطحين ايش قد كميه الطحين؟ احنا راح ناخذ هذا الطحين، راح اخذ كميه تقريبا بالمقدار اللي تستخدمونه بالبيت، هذه كوب ونص تقريبا. كوب ونص. نعم. تمام. نعم. كوب ونص العفو. أول الكاسة هاي نفسها. نعم. أخذناها، راح نجي نضيف الشكر أو الشكر. ها الشكر أول شيء خليه. الشكر ها تعرف محمد يفعل الخميرة. أها. ينطيها يخليها تشتغل بسرعة. نعم. راح نخلي معلقة مال أكل شكر. بالنسبة للملح راح نخلي يعني مثل ما أقول لا لا. رشة بسيطة. بسيطة. اوكي. راح نرجع نخلي الخميرة هذه، تخلي قديغة معلقة مات شاي. معلقة مات شاي. اوكي، هسه الأوضاع عندنا تمام. حتى تكون عندكم المقادير مثالية، تقريبا أنتم راح تحتاجون نص كمية الطحين اللي تستخدموها من ناحية الماي. بس راح نبدي نخلط معاه. راح نبدي نخلط. أنت بدي حركة محمد. بديت أخلط، ساعدك في عملية الخلط. احنا نحرك، نظل نحرك الى ان تتجانس، الى ان تتجانس العجين مالتنا يكون قوامه يعني مثل ما اقول شبه سائل. تمام. وهوني راح احتاج اضيف يوني شويه ماي. شويه ماي. والعجينه لا ننسى انه بعد ما تختمر كذلك راح يصير بعد يعني تقل كثافته اكثر. تمام. يعني احنا بالمصطلح نقول العجينه ماوي 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 مثل الجبلي. مثل الجبلي. طيب ايش قد مده التحريك تقريبا؟ احنا بس نتاكد انه العجينه كملت عندنا صارت مثاليه، راح نوقف
نغطيها ونتركها بصفحة لمدة 15 دقيقة إلى 10 دقائق لما الخميرة تشتغل. حتى من أجل يقضي تنفش عندي والداخل لا يكون عجين. يمكن هسه تكملت مثل ما تلاحظها بدت تتجانس. هسه بدت تتجانس عندي. أوضاع. أعتقد صارت الأمور بها تمام. جدا. هسه أنا أبدي أحركها بهاي الطريقة. حتى أتأكد أنه ما عندي أي تكتلات. وهم راح نتركها ترتاح. نتركها ترتاح أكيد. هسه محمد أنت أشني؟ خلصت العجينة. خلصت العجينة. راح نتركها بصفحة. حتى بدون ما نغطيها اكيد راح نغطيها حتى نغطيها الخمرة تشتغل لازم راح نخليها بصفحه تمام نعم هسه بما انه خلصنا احنا العجينه مالتنا وراح نتركها بصفحه حتى تهدى نعم. راح نجي نحضر البوب تشيكن الطبق الرئيسي مالتنا اللي هو الطبق الرئيسي البوب تشيكن راح نحضره اول شيء تحضير كامل ونخلينه مثل ما نقول مده 10 دقائق بالبراد نعم. واذا بثل ما انصح بالثلاجة انا انصح بالبراد واذا ما عندكم براد بالفريزر مع الثلاجة مدة 10 دقائق ياخذ قالب ياخذ قالب نعم. حتى من اجي اقلي يظل عندي شكل مثل ما انا اريد طيب هسه راح نجي هوني نخلي الصدر مال الدجاج هذا الدجاج محلول مثروم طبعا ما دام صدر الدجاج اكيد شوي لازم يكون صحي لان قليله الدهون وهاي الامور نسبه البروتين بها عاليه ويفيد جماعه الدايت يفيد اذا قلونا الطريقه شويه معينه وانا هم اليوم استخدمت السميد حتى يكون لي قشره خارجيه لونها حلو ويعني يعزل الزيت عن الداخل مالته هسه اول شيء خلينا له ملح اول شيء رشه الملح حسب الرغبه اللي يحب يضيف ملح اكثر هذا الشيء على راحته بالنسبه للفلفل رشه بسيطه بس تنطيها طعم طعم كبابة العفو كمون كمون كزبره انا مع الدجاج انت من محبيها انا احبه جدا مع الدجاج طبعا راح تجربوه انتم وتشاهون راح اضيف شويه بابريكا خشني او نسميها الفول بيبر اوكي هسه تقريبا مثل ما نقول كملنا بس نخلطها حتى بس نبدا تتجانس. نخلط حتى ايش تتجانس عندنا طبعا سهلي جدا وهاي البوب تشيكن تتقدم بالمطاعم كوجبه شو اسمه للاطفال بعد ذلك يعني اول ما مثل ما اقول بدت بعد ذلك تطورت وصارت تتقدم بالوجبات السريعه والناس عرفتها وحبتها وصارت مطلوبه يعني بمعظم المطاعم نعم هسه خلصنا خلطناها هسه راح نبدا اشني نعطي الاشكال مالتنا اللي راح نقول هي البوب اللي هي شكل الكرات بالضبط وبعدين راح نبدا نعمل بوب بالجبن نحشيها نسميها بوب تشيكن تشيز راح نجي هسه نشتغل اول وحده خلي اساعدك لان هاي العمليه تاخذ وقت خلينا نقول ايش خلي تريد حجم كبير ولا صغير؟ هذا حجم يعني انا معروف شويه باحجامي تمام هسه احنا عاد تجد صعوبه بالتكوير مالته؟ يعني تقريبا شوي تقريبا احنا قبل ما نشتغل حتى تكون عند المشاهدين امنا والمتابعين مالتنا فكره صغيره اذا صاعدكم صعوبه بالشغل مالته فكل بساطه رجع الكره مالتك محمد نعم راح اجيب شويه سميد خليه فوقاته ونرجع نعجنه حتى اشني؟ حتى تتماسك عندنا هسه انت بالعجين قاعد بين عندك اشني؟ انه بدت تقوى تمسك يعني شويه بدها تقوى فعلا اي هذا حتى ايش؟ حتى تصير اسهل على ربة المنزل جميل جدا هسه تعمل ناهض بهالطريقه الامور تمام هسه بس نجي ونكور هسه انت راح تكون اسهل عليك جرب يلا لمساتي لازم تكون شويه احجام خاصه تعرف انت لازم تكون موجود بالاحجام الخاصه طبعا الحجم اعتقد هو هم ايضا حسب الرغبه يعني ممكن نعمله كبير ما عندنا اي مشكله الكبير راح ياخذ عندي وقت بالقلي وبالسوى تمام فانا هو هذا الحجم وهي اسمه بوب تشيكن يعني شيء شوي لازم تكون صغيرين يعني طبعا الزين السفره هاي الاكله هي تعتبر طبق رئيسي عفوا شيف هذه بالفطور لو
بال تعرف احنا جماعتنا يرجعون احنا جماعتنا من الشغل اذا ما كبروا صعب شغلتنا شويه بس احنا دائما نحاول نلقي الوجبات السريعه والخفيفه اللي يستفادون منها العالم. تعرف انت هم رجع صايم صار لك 13 14 ساعه ما ماكل تجي تقلق دهن وما دهن تعال تحرك ولا افطار لا قبل النوم فهذا ممكن يعني زين طيب راح يتخلى لها صلصات او راح يكون بها صلصات بالنهايه راح نكمل بالاخير ونضيف الصلصات هسه راح نكمل هاي القطعه اللي بيدك ونبدا نشتغل المرحله الثانيه نعم اللي سميناها البوب تشيز بالعفو البوب تشيز اللي بيها الجبن احنا نسميها نعم طبعا هوني القطعه مالتك راح تبرز اكثر مني يعني كبير اي راح اخذ شويه زيت حتى تكون عندي سهوله بالتكوير اها لان هاي راح احشيه نعملها شويه كبيره مثل الكفتايات هاي الطريقه نعم راح اجي اخذها واخلي جبن بداخله مثل العمل طريقه عمل الكليتشه يمكن تقريبا الكليتشه الكبه بكيفك انت انت تريد تكبغها تريد تحشيها مثل الكبي حسب الاختيار سوني راح يكون عندي هذا الشكل اجي اخلي جبن انا كورتوها بس تعلمني احشيها انت كورها واحشيها انت احجامك محمد دائما لا هوني صغرتوها حتى لا تحكي علي بالحجم بس المشكله ثاني لازم يحتاج لحجم كبير زين اريد تنطيني شويه من هذا الجبن حتى راح انطيك الجبن كله اي حتى ايش حتى نعرف شلون هسه هذا الجبن المستخدم اكيد لازم يكون موزاريلا موزاريلا حتى يذوب عندنا بالطبخ طبعا هسه لحق صارت عندنا قطعه كامله نحاول انه انا احاول انه اعملها قطعه كامله بس اصبر علي هذا الشكل يطلع عندنا هي الفكره انه انا بدي اعملها مثل ما انت بس نجحت ترى لا نجحت انت الشيء الحلو انه انت ايش تتعلم بسرعه يعني تنجز المهام الخاصه بالطبخ هاي كملت لك هي مثل ما انت تعتقد يمكن او يعني تقريبا مثل ما انت تعتقد عشت ايدك وايدك حلو هاد من يتعلم شيء بيده يعني هو ما مثل ما مثل التعليم العملي هذا يسمونه اي نعم افضل من النظري يكون عمل لي وحده الاخ كبيره يلا بالجبن اكيد انا برايي تعاوني عاونك انا برايي تعاوني لان الموضوع يحتاج له خبره شويه انا عندي خبره بس ايش المشكله خبرتي متواضعه يحتاج له شويه صقل اي نعم طيب ممكن نقليها بزيت الزيتون يعني راح تاخذ كميه كبيره من زيت الزيتون بس احنا ايش ممكن بس راح يكون صحي اكثر اعتقد احنا ايش ممكن نعمل مثلا الكرات الصغيره هذه نصغر حجمه بعد اكثر محمد ونخلي زيت باسفل الطاوله قليل ونحركها راح تكون تستوي لان صدى الدجاج هو ما يحتاج له وقت فكيف اذا كان مثروم نعم وكامل يعني سهل بسرعه يتحضر سهل جدا وبسرعه يتحضر هسه هاي الكرات ايش راح نعمل راح نخليها بالتجميد لمده خلينا نقول مثل 10 دقائق 10 دقائق تاخذ قالب وبعد ذلك راح نجي نشتغلها نعم لما تبغد هذه راح نبدا بالايش بالسلطه مالتنا تكون عجينتنا كامله لكن راح نطلع فاصل حتى بين ما تجمد وبين ما تاخذ قالب ونرجع نكمل معك تمام متابعينا الكرام فاصل ومكملين في برنامج سفرة دائمة ورجعنا لكم متابعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير واكيد هسه توصلنا مرحلة السلطة ايش هي قند المكونات الاساسيه مالتها هي الفول هسه راح نبدي بالثغم اول شيء نعطينا خس شويه خس هذا الخس مالتك شاش خلت غيت وبعدين ايش راح تحتاج معنا طماطه نعطي خيار وطماطه خيار وطماطه هذا الخيار وهذا الطماطه
عشت ايدك. هسه راح نحزز او نفرم. هسه راح نبدا طريقه ناعمه لو خشنا بالثرى. راح اخذ حجم مثل ما نقول متوسط. لا هو ناعم ولا هو خشن؟ هو اوكي. نحطه بالحله. نحطه بالحله. هسه راح نجي على الطماطم. نرجع نهزز. طبعا العالم كثير يختلفون بطريقه الثغب، ناس تقول من اليمين لليسار، ناس تقول يعني هاي شويه ثغب الطماطم. اكو شغله دائما اساسيه هي مثلا احنا نسميها شمره، يعني اول تمسك السكينه وتاخذ الرنج بالشغل تختار طريقتك وتحس نفسك مسيطر بيها. نعم. هاي هي طريقتك انت، انا لا، انا لازم اهززها كامله شويه تختلف. نرجع نخلي الخيار مالتنا. هسه راح يظل عندنا الخيار. يفضل انه يتقشر الخيار لو يتخلى مثل ما هو. لا يتخلى مثل ما هو. هسه راح نجي نقطعه بهاي الطريقة، طبعا نفس الحجم مال الطماطة راح اخذها. نعم. عادة هكذا نوع السلطات تكون شوية خشنة الثغر مالتها. ايه. عكس التتبيلة والتبولة وهاي الأمور. التبولة وهاي الأمور والسلطة العراقية تكون نعمة. تحب النعامية. نعامية. بس بالنسبه للفول تعرف انت او الباقلي محمد بينه كميه عاليه من البروتين، فراح يفيد هاي السلطه تفيد جماعه الدايت. أه. وتفيد الناس اللي تتمرن قبل الفطور. هي دائما الشعب يعني يصوفون من هاي السلطه. ايه. تفيدهم يعني لان تحتوي على كميه عاليه من البروتين. نعم. اكيد الخضروات مليانه بالمعادن. نعم. هاي من اساسيات اللي عندنا. هسه صاعدنا الخس والطماطه والخيار. نعم. راح نضيف شويه بقدونس. شويه بقدونس. تمام؟ نعم. راح نضيف الفول مالتنا ونرجع نخلط. قبل الخلط. قبل الخلط ايش عندنا؟ ها عندنا هذا ايضا. الذره. الذره. هاي الذرة تكون لازم مطبوخة ايضا، يعني الذرة مطبوخة هاي موجودة عندنا مثل ما نقول بال جاهزة موجودة جاهزة. نعم. هسه راح اجي ايش اعمل؟ بكل بساطة راح اخذ زيت ليمون. ليمون، عصرة ليمون. راح اخلي هاي تقريبا كمية مال يعني ليمون كامل، حبة ليمون كاملة متوسطة. نعم. الحجم. نعم نعم. راح اخذ معاها شوية فلفل اسود. شوية لو حسب الكمية. شوية. نعم. راح اخذ كميه اوريجانو تقريبا معلقه ماكوب. نعم. راح اضيف له زيت الزيتون. راح ارجع اخلط الخلطه مالتنا حتى تتجهز. خلي ملح. طبعا الوانه حلوه مثل ما تلاحظون، شويه بيها نوع من الذوق. تجانس بالالوان. نعم. اساسي بالسلطه. طيب هسه راح نخلطها ونخليها في وقعتها. هسه هاي صارت عندنا مثل الصلصه. نخليها. ونبدي نخلط المكونات مالتنا. تمام؟ اخلط المكونات مالتنا. حتى يكون عندنا طبعا اشقد نخلط اشقد الالوان تبرز اكثر واكثر. هسه تلاحظ عندك اللون الطماطه اللون الاحمر، لون الخيار والخس والبقدونس لون اخضر، الذره باللون الاصفر. يمكن هسه صارت متجانسه. هسه صارت متجانسه عندنا. راح نجيبها نخليها بطبق التقديم. راح نخليها بطبق التقديم بعد ما نكمل شغلنا حتى نقدم كل الامور سويه. سويه. انا اشتي لك. هسه سلطه سهله جدا طبعا، ما تاخذ وقت. جدا سهله وما يغادر شيء، وانا تعلمته بالمناسبه يعني، واعتقد المتابعين ما راح يتعلموها. هسه ظل عندنا يمكن مساله الطبق الرئيسي انه نقلينه بغى ما جهزه وبغى ما كمل. هسه راح نجهز الطبق الرئيسي مالتنا. طيب. وبعدين نجهز الحلويات حتى يكون كل شيء كامل عندنا للتقديم ان شاء الله تعالى. عشتي لك. لكن راح ناخذ فاصل ومكملين. تمام. متابعينا الكرام، فاصل قصير وراجعين لكم اكيد.
ورجعنا لكم متابعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. وصلنا الى مرحله قلي طبقنا الرئيسي اللي هو تشيكن كور بوب تشيكن. شويه بوب تشيكن. هسه راح ناخذ عندنا اول شيء طحين. نعم. حتى تكون العمليه بالتدريج. نعم. راح نخلي هاي الطريقه. البيض. وبيض هم نحتاج. راح نحتاج اكيد. نعم. هسه راح نخلي تلعيش. هذا حتى على مود يتجانس بالقلي على مود يمسك لا يتفلش. قشره خارجيه اللي هي سميناها الباني اللي تكون كريسبي. بالنسبه للبيض راح اخلي له رشه فلفل. فلفل تمام. شويه كمون. شويه كزبره. حتى اشني حتى القرمشه. وهون رشة الملح انتم مخيرين بها، تحبون تضيفون ماجي وتحبون تضيفون ملح. الماجي هم من ضمن مشتقات الدجاج فبالتالي حتى الطبقة الخارجية لا تكون طعم بس الطحين والبيض وايد. مور راح تكون عندنا بيها نوعا ما طعم يعني. بس من الخلطة مالتنا اللي هي البيض راح نخلي الأول فقرة يمكن السميد. هسه راح نبدأ بالفقرة الأولى. الطحين راح ناخذ بالضبط. هسه شويه مسكت نفسه لين بغدد. هاي طمسه بالطحين. طمسه بالطحين راح نخليها بصفحه. صار شكل عبالك مثل الحلقوم. حلقومه. اها. القمصله مالتك مع الطحين ما تتجانس. راح تكون لي نوع من الالوان الزاهيه. طيب. الكبيره ايضا نفس الحاله. نفس الحاله. هسه احنا ايش راح نرجع نعمل؟ نخليها بهاي الطريقة بالبيض ونخليها بالسميد. أحسنت. أنا راح أطمس لك كل تم بالطحين حتى أنت بس مجرد الخطوة الثانية. الزيت عندنا على النار جاهز. على درجة الحرارة مالته أشقد؟ درجة الحرارة مع الزيت تكون متوسطة. إذا كان القطع مالتكم كبيرة تنزلوها بزيت متوسط وبعدين تنصون النار حتى تمسك الطبقة الخارجية. وبعدين ترجعون تنصون حتى يكون السوا كامل. عشت ايدك. جايش. هسه كملنا. هسه راح اخذ قطعة بالجبن، هاي قطعة اكيد شغلك. احجام خاصة. مميز. ما نتفاهم. المبدأ طعم العين يستحي الثب. كل احد يسألني شنو الرباط. مبدأ جميل. عادة عين الإنسان تاكل قبل ما تاكل معدته، فبالتالي بنشع المائدة أو بنشع الأكل مزين ومرتب. أكيد هذا شيء ثابت. أنا دائما أقول لك ليش حتى مرة قلت لك إنه المقبلات نحتاج إنه تكون بألوان وطعم طيب، لأنه أول شيء تصادف العين وأول شيء ندحق عليها، فنحتاج إنه نقدمها بشكل حلو. هسا راح نبدي القلي مالتنا. هسا كورنا تقريبا كل دم. بدينا نقلي. بلشنا نقلي. عشان نخليها خلي السميد فوقاته. خلي هذول الكبار. راح اخلي الكبار اللي هي بيها الجبن اكيد. والله سهل الطبخ كلش. مرات النسوان يفوجون يقول يابا لا ما نطبخ نبيت جاهز. فن وذوق. تعبانين. الله يعينهم. اكيد فتره رمضان تكون متعبه. فتره رمضان تكون تعب خاصه بعد الافطار المواعين يعني شيء مؤلم. مؤلم المواعين. المواعين يمكن يعني ايش اقول لك يعتبر واحد من الرياضه عندهم بعد الفطور. راح نرجع نكمل. خلي لي انت هوني وانا راح اكمل من يمك. نعم عشت ايدك. طبعا الطبخ متعه. اذا انت ما عندك هاي المتعه بالطبخ ما راح تتعلم ولا راح يصير لك وهس تطبخ. خصوصا جماعه الاقسام الداخليه لان الفقره فيدم انه كطلاب حاول تصير انت مميز على جماعتك حتى يحبوك. حتى تصير انت ابو الخبزه. ابو الخبزه. وهم ترتاح من المواعيد.
اي عافيه. انا اطبخ انا اطبخ اي انا اطبخ بس ما اغسل. الوضع محمد والله في ريحه ريحه يعني للامانه يعني الريحه شويه متعبه. الحمد لله يعني الحمد لله هي ايام معدوده اكيد هو رمضان شهر خير وبركه وفعليا ايامه جميله بكل تفاصيله وخاصه يعني لحق مدينه الموصل يعني الاسواق القديمه والتقاليد جميله جدا يعني رمضان له طعم خاص اكيد خصوصا في المناطق الشعبيه مناطق الشعبية طبعا يعني رمضان له نكهة خاصة نسأل الله أن يكون شهر خير علينا وعلى مجموعنا بس أنا خلصت شغلي لما أطلع فاصل أكمل وأغسل يدي غسل وكمل قلي لأن تقريبا ما ضل عندنا شيء بس مجرد أنه نقليها من الحلة مالتنا والعوامة وسيكون كل شيء كامل عندنا إن شاء الله متابعينا خليكم معنا بهذا الفاصل القصير وأكيد نرجع ونكمل معكم في برنامج شقات عيش. رجعنا لكم اكيد متابعينا الكرام بعد هذا الفاصل بعد ما كملنا قلي وتجفيف الوجبه الرئيسيه مالتنا للبوب تشيكن خلي اشرح من الداخل انا صراحه عندي فضول هاي اذا تفتحها ايش راح يطلع بيها يا سلام لا قليل جبن جبن متفاعل جدا مع الموضوع طيب هسه حاليا بس مجرد ظل انه نخليها ضمن صحن تقديم اكيد ونرجع الى الحله مالتنا العوامات العوامات طبعا معروفه جدا اي مكان موجوده بالعراق بصوره عامه حتى بالوطن العربي وبالعالم همين بالعالم همين هسه وصلنا الى مرحله انه نقلي الحله مالتنا او العوامه مالتنا هسه تعشوا راح نقليها هسه احنا ايش راح نعمل نخلي الانسان مثلا اللي يستخدم ايد اليمين راح يخلي عليه يساقه العجين مالته نعم. الطاوله مال الزيت اللي قلنا على درجه حراره متوسطه المعلقه هذه نستخدمها معلقه صغيره وتريدوا مات شاي ماكو اي مشكله بالعدكم العجيناي قوامه خفيف جدا شام محمد فانت راح تاخذ بيدك هذه وعلى على على راحت ايدك هاي الطريقه تقلي اوكي طريقه يعني ايش انا اقول لك سهل جدا ممكن يستخدمون البطل او الامور الاخرى بطل حتى تطلع كيس اي شيء يعجبك استخدمه ماكو اي مشكله من توشي على الشكل بدا يكون غير منتظم وتشلب بالمعلقه عندك الماء موجود بهاي الطريقه راح تتخلص من العجين الموجود تجي بكل سهولة من جديد أنا بس مجرد أخذ القطعة وأقلبها بالزيت بكل سهولة نعم هاي صارت عندي شاش قطيتون تعملون كمية هاي حسب الرغبة راح ناخذ هاي الكميه ماشي ايدك هسه راح اجي اقلبها شويه شويه اقلبها شويه شويه احنا القطع عندنا طول ما انتفخت يعني احنا شني الاوضاع عندنا تمام العجينه مالتنا نظاميه 100% انه ما تصير ثقيله تصير القطع خفيفه عندنا اوكي نعم هاي القطع بدا اللون الذهبي يظهر عليها كان حضرنا هوني الشيره مالتنا اللي هي مكوناتها اشنو؟ طبعا ماي وشكر ماي وشكر وشويه ليمون وهيل والاضافه اللي يحب يضيف الهيل او ماي الورد او ماي الزهر حسب الرغبه نعم
تمام؟ عشان كذا اشقد تنتفخ عندي القطع محمد، يعني معناته صارت خفيفه العجينه مالتي وصحيحه وراح تكون هشي بالاكل. تمام؟ احتاج انه منو اطلع مباشره من الزيت ادخلها للشيره حتى هي وحاغه تسحب السوائل الموجوده. محتاج عين الصحن التقديم حتى راسا بعدها نرجع نخليها بصحن التقديم، يمكن نقدمها قبل ما نقدمها بصحن التقديم راح نخليها بهاي السله حتى نخلص من الشيره الزيدي. تمام، سعر القطع عندنا تبدا تستوي. راح نبدأ هسه. نعم. صح، نخليها بالشيرة. يا من حالة تنزل هي تطمس. راح نقلبها بالشيرة على مود اشني تاخذ أكبر كمية ممكنة. إذا ما تحبوها حلوة ممكن بس تقلبوها بالشيرة وتطلعوها. هاي الطريقة. عاشت إيدك. أنت العايش. هسه تقريبا عندنا هوني كل القطع بدأت تستوي. راح نحولها على الشيرة. في الزيت ما بعد نحتاجه. هون احنا كملنا، كلها راح تتجانس وتصير مع الشيره حتى انا بعدين راح احولها. نزلها بالشيره وضبط، ارجع اسحبها وخليها بالحوض اللي عندك حتى تشغل من الشيره الزيدي. عاشتي وايدك، الحراره بيها حدها هسه بعد عاد تتحرك. اي نعم. طبعا هسه اكو ناس بالبيت عاد تعملها وما تدخلها بالشيره، تكملها باطباق بعدين ترجع تخلي فوقها، تخلي عليها شيره او سكر بودره او نوتيلا، يعني حسب الرغبه هاي الاشياء. فعلا الكاكاو هسه دخل كثير من المجالات الحلويات عندنا، فبالتالي ينطيها نكهه مميزه جدا. طبعا بينما نكمل راح ناخذ فاصل. تمام. حتى نكمل التجهيز مال الصحن النهائي مالتنا مال الحلا وكذلك الامور الاخرى. متابعين الفاصل واكيد نكملين. واكيد رجعنا لكم متابعينا بعد هذا الفاصل القصير. مثل ما انتبهتم كملنا اطباقنا الثلاثه، الطبق الرئيسي زائدا السلطه زائدا الحلا. اشرح لنا ايش عملت بالاخير، ايش اللمسات الاخيره مالتك؟ احنا ما ظل عندنا شيء بالتقديم، بس مجرد قدمنا باطباق. بالنسبه للبوب تشيكن هذه تقدم بهاي الطريقه. نعم. ويمكن انه ممكن نقدم معاها الثوميه، الكريم ثوم او الكاتشب اللي موجود بالبيت. نعم. حسب اللي يحبونه. السلطه مالتنا السلطه مالتنا كامله تتقدم على الافطار. اذا حبيتم بس تجهزوها الصلصه مالتها هاي تعملوها بصفحه. نعم. قبل الافطار بدقيقتين ثلاثه تنخلط حتى الخضروات تظل محافظه على قوامها. ما والحلا مالتنا بس مجرد زيدناها، وقدمناها على الطبق بهاي الصوره. عاشت ايدك. فعليا يعني ايش قد تقريبا اخذت وقت كل هاي الاكلات؟ اقل من 40 دقيقه. اقل من 40 دقيقه تقدر تجهز السلطه والطبق الرئيسي والحلويات بكل سهوله. عاشت ايدك شيف، فعليا المنظر مالتهم يعني صايمين صايمين ارحمنا شيف. صايم. متابعينا الكرام، وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج سفرة دائمة. اكيد عندنا حلقة جديدة وطبخة جديدة مع الشيف احمد. انتظرونا ورمضانكم كريم.